على هذه العناوين نفتتح حلقة الليلة من وهلأ شو مع وزير النقل والأشغال العامة علي حمية في الجزء الأول من هذه الحلقة، ثم في الجزء الثاني استضيف مستشار السيد بهاء الحريري جاري ماهر يطل معنا عبر تقنية زوم من خارج لبنان، وفي الاستوديو الصحفيين غسان جواد وغسان ريفي، وأيضا مداخلة من المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل. إذن مباشرة إلى الجزء الأول من هذه الحلقة مع الوزير علي حمية. مساء الخير معالي الوزير. مساء النور لإلك أستاذ جورج وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك بأول إطلالة تلفزيونية مباشرة من الاستوديو. صحيح، هذه أول مرة مزبوط. من بعد تعيينك كوزير. صحيح. بتطلع بمقابلة مباشرة، مش بمداخلة، بمقابلة من داخل. صحيح. الاستوديو. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله بتصير تعيدة يعني. إن شاء الله. مدري ليه قبل كنت دايما تقول إنه ما بدك تطلع بمقابلات وهيك بعيد شوي، بعدين صار عندكم المقاطعة على جلسات مجلس الوزراء على مدى ثلاثة أشهر، فكنتوا بعيدين كفريق سياسي وكوزراء عن الإطلالات الإعلامية. لا مش الحال. صحيح. أهلا وسهلا فيك. عندك موسم ثلج وطرقات ورح نحكي عن الموضوع اللي له علاقة بوزارة الأشغال، ودائما وزارة الأشغال مع كل موسم شتاء بتطوف الانتقادات عليها. هالسنة ما بعرف ليه، يمكن الناس ملهيين بغير شيء، لهيينهم بالدولار وبالموازنة، أو إنه الشغل ماشي ما بنعرف، رح نسمع منك مزبوط. بس خليني أبدأ من الكويت، مش من الطرقات ولا من الأرز ولا من التلج، بدي أبدأ من الكويت. لبنان سلم الرد وسلم الرسالة، سلمها وزير الخارجية زميلك الأستاذ عبد الله أبو حبيب، وبانتظار الرد على هذه الرسالة. الرسالة وصلت والجواب قيد الدرس، هيدا واقع الحال. ولكن عم ينقال ليش هالرسالة بعد غامضة، يعني مش معلنة بكل حرفيا، وبالتالي لماذا لم تتم مناقشتها أو صياغتها داخل مجلس الوزراء؟ شو تعليقك؟ هلأ سبق وتفضلت استاذ جورج وقلت أنت زميلك الأستاذ عبد الله أبو حبيب كونه هو معالي وزير الخارجية، وبالتالي هو الوزير المعني بالعلاقات الخارجية مع الدول العربية وكافة الدول في العالم. هذا الموضوع على ما أظن أنا هو محط متابع من قبل فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة، وبالتالي هذا الموضوع لم يعرض على مجلس الوزراء، والموضوع يرجع إلى فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة، وهو الوزير المعني. أنا وزير أشغال العامة والنقل، إنما الوزير المعني بالموضوع هو الوزير عبد الله أبو حبيب. يعني ما عندك أي معطيات أو معلومات لها علاقة أبداً. بخلفيات بطريقة صياغة الرد، بمشاورات اللي صارت. الموضوع عند فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة. تكتفي بهذا القدر من من الكلام يعني. خليني انتقل معك للموازنة. بكرة الساعة 9 صباحا في جلسة في السرايا لاستكمال بعض البنود الدقيقة في الموازنة، ويلي هي لها علاقة بسلفة الكهرباء، بالبنود الضريبية والدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية. قبل ما نفوت بهودي المواضيع، الموازنة اليوم تم انتقادها، تم الإشارة لها على أنها موازنة ضرائب، وفي فوارق بين الإيرادات والنفقات لا تلبي رغبات صندوق النقد الدولي. لماذا؟ هلأ الموضوع بالنسبة للموازنة، بس خلينا نشخص موضوع الموازنة بالنسبة للمواطنين والشعب اللبناني جميعا. موضوع هو الإيرادات هو 39 ألف مليار والنفقات 49 ألف مليار. بالتالي نحن بلشنا بقراءة قانون للموازنة، وبالتالي الأسبوع المقبل أيضا، وبقي ثلاث مواد عالقة كما تفضلت أستاذ جورج، هي معنية بالمواد اللي حكيت عنها، وبقي عنا نفقات الوزارات. الأمر نحن توقفنا عند سلفة الخزينة. طبعا أنا لازم أنقل الجو كمان، لازم حقن علي دولة رئيس الحكومة والوزراء الأعزاء أنه الأجواء إيجابية جدا داخل الحكومة، والنقاش هو نقاش عم ياخد وقت لأنه عم نفوت بتفاصيل الأمور، لأنه بالأخير الموازنة هي بتعبر عن موازنة الدولة وبتعبر عن وجع المواطن، وبالتالي من الحرص على عدم تكبيد المواطن ضرائب إضافية نحن عم نفوت بالمواد بتفصيلها
الرقمي وبتفصيلها القانوني. بس حضرتك بتشوف انه ما بتمس جيوب المواطنين؟ هلا انا يعني لا في تقديمات اجتماعيه، لا في تقديمات مثلا طبيه لوزاره الصحه، ما في تقديمات إلى علاقه بالجامعه اللبنانيه، ما في شيء له علاقه بزياده او تحسين الواقع الاجتماعي للمواطن. وفي ضرائب يعني رح تزيد كلفه المعيشه على المواطن وما رح تزيد ايراداته، شو بنكون عملنا؟ ما هذا السؤال. ليك استاذ جورج، خلينا نكون واقعيين، في عجز بالموازنه بده يصير، العجز واقع. خليني انا على الاقل اعطي مثل، وزاره الاشغال العامه والنقل، انا لا اقدر اقول انا ما بدي مش جيوب المواطنين، بالتالي انا اخذت خيار مع فريقي بوزاره الاشغال العامه والنقل انه نحن نرفض الخزينه العامه بايرادات لا تصيب جيوب المواطنين. نجحنا. انا فصل لك اياهم على سبيل المثال. مطار رفيق الحريري الدولي، مطار رفيق الحريري الدولي كان يعطي 248 مليار سنه 2019، عدلنا بجدول رقم 9 بقانون الموازنه الجديد، صار عم يعطي 170 مليون دولار. طيب 170 مليون دولار وين كانوا رايحين؟ كانوا رايحين عند شركات طيران الجوية، لأنه ما بتصيب جيوب المواطنين لا من قريب ولا من بعيد، لأنه هيدي خدمات جوية، وبالتالي خدمات جوية وإيجار بالمتر المربع داخل المطار، بالتالي تؤخذ من الشركات، مش من المواطنين، من الشركات. بس الشركات بالأساس الشركات عم تتقاضى بالدولار. بس لحظة، بس الشركات بتصير بدها تغلي على المواطنين، بتصير بدها تزيد حتى سعرها بالدولار، يعني بدل ما تاخذ 100 دولار بتصير تاخذ 130 أو 100. هي من الأساس عم تاخذهم بالدولار، هي بالأساس عم تاخذهم بالدولار. أعطيك مثل، في مرسوم على 50,000 ليرة رسوم خروج المسافرين، 50,000 ليرة. الشركات الطيران عم تتقاضى بالدولار على اساس 33 دولار، وبالتالي اذا بتدفع لوزاره الماليه عم تدفع ل 50,000، يعني عم تدفع لدولارين. اللي عملناه نحن بانه الموازنه انه بدها تدفع 33 دولار. اللي بدها تدفع 33 هي الشركات لانه تتقاضاه بالدولار من الشعب اللبناني. بس حتقبل انها تدفع كل شيء بتتقاضاه؟ ما بدها تحسب ارباحها، بتصير بدل ما تعمل 33 بتصير تعمل 53. ما نحن شو اللي تغير؟ بزيد على المواطن. ما نحن شو اللي تضبطوا الموضوع؟ لا، ما نحن شو اللي تغير من الاساس. نحن وقت كانت الجدول باللبناني كان على 1005، اللي عملناه حولناه دولار، يعني اذا كانت هي ب 3000 ليره صارت دولارين، إذا كانت هي بأيام زمان 300,000 ليرة هي 200 دولار، هي ما بتفرق على الشركات الدولية لأنه أصلاً هي بتدفع بالدولار. الأمر الآخر، الموضوع الأملاك العامة البحرية، الأملاك العامة البحرية هل تصيب جيوب المواطنين؟ لا تصيب جيوب المواطنين، وبالتالي نحن حرصنا إنه نحن نحصل منها إيرادات للخزينة العامة، وبالتالي هذا الموضوع أستاذ جورج نحن وين بدنا نوصل؟ بزيادة الإيرادات من مختلف المرافق العامة الموجوده على كامل الاراضي اللبنانيه، اذا بتزيد الايرادات انت بتقدر على بتغطي عجز الموازنه، بتصير تقدر انت تزيد، بتصير تغطي عجز الموازنه 1000 مليار 2000 مليار. طيب انا وزاره الاشغال العامه والنقل قدرنا نحن بعمليه حسابيه تقريبا نامن 370 مليون دولار دون المساس بجيوب المواطنين لا من قريب ولا من بعيد. طيب هذا عم تحكي عن وزارتك، بس بالنسبه لغير امور في ضرائب رح تنفرض لها علاقه يعني بتمس بجيوب، مثلا الدولار الجمركي. طيب الدولار الجمركي، دولار الجمركي هيدي كيف بتكون تحليها؟ الدولار الجمركي اول شيء خلي نشخص الوضع، كل الناس بتعرف انه الحكومه لديها حق التشريع بالدولار بالجمرك، يعني لديها حق التشريع، بالتالي في ماده 133 على اساس تم بقلب داخل الحكومه على اساس انه وزير الماليه اقترع على مجلس الوزراء. الموضوع ما فيه، نحن بالنسبه لنا الدولار الجمركي السعر لم يثبت بعد للدولار الجمركي، فطلبنا من معالي وزير الماليه وكان كثير متعاون معنا وفريق وزاره الماليه على يعملنا يقوم باعداد محاكاه تفصيليه للدولار الجمركي، يعني اذا كان الدولار الجمركي ب 5000 ليره قديش بتصير؟ إذا كان ب 10,000، إذا كان ب 15,000، يعني ما ينعطانا نحن سعر للدولار الجمركي واحد وعلى أساسها ناخذ قرار، ينعطانا أكثر من سعر وبالتالي ناخذ قرار. ينعطاكم أكثر من سيناريو. إيه؟ أكثر من سيناريو لنقدر نحدد مع شو الإيرادات. مع شو بالضبط؟ إيه؟ لأنه إيرادات الدولة المحسوبة بالموازنة هي 39,000 مليار. بتقيم منهم 28,000 مليار هي الإيرادات العادية، وتقريبا حسب ما قالوا من وزارة المالية بين ال 10,000 و 12,000 مليار هي إيرادات جمركية، وبالتالي ال 10,000 ل 12,000 مليار طلبنا من معالي وزير المالية وبكره حيقدموا لنا محاكاة تفصيلية حول
أي دولار سوف يعتمد سيناريوهات عديدة وبالتالي لاتخاذ القرار السليم. يعني إذا كان سعره على 5000 قديش المردود؟ صحيح. إذا على 8000 صحيح. إذا على 10000 15000 إذا على سعر منصة صيرفة يعني كل الخيارات حتى تشوفوا شو المناسب. أستاذ جورج نحن نزل الدولار صار 20000 21000 بس ما بتعرف شو بيصير يعني ما هو منه مضمون يعني مش معروف كيف نزل ولا بينعرف كيف بيطلع يعني هذا الشيء مش مضمون إيه بس ما هو ما في يعني لو كلام في سليم. لو في بس انا خليت في كنترول على سعر الدولار كنا عارف. طيب هذا الكنترول من بيجي من الحكومه؟ ما بيجي من الحكومه. من مين بيجي الحكومه؟ يعني خلينا في سوق سوداء وفلتانة اذا صحيح. في صرافين اذا في يعني كشفناهم ببرنامج يسقط حكم الفاسد كيف كبار هذه تحديد سعر صرف الدولار ليس من الحكومه منه من الحكومه في فرق يجب أن نفصل ما بين السلطة النقدية والسلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية هي التي تراقب، السلطة النقدية هي التي تحدد، هي التي تحمي سعر الصرف، لديها آليات، لديها آليات عديدة لضبط سعر الصرف، وبالتالي هذا موضوع سعر صرف الدولار وموضوع مرتبط بالسلطة النقدية. طيب خليني أرجع لتحديد سعر صرف الدولار والدولار الجمهوري. كان قبل حسب المادة 133 بالموازنة مناط بوزير المال انه يحدد هو سعر صرف الدولار، وصار في انتفاضه داخل مجلس الوزراء يعني سميت باعتراض الوالدين او انتفاضه الوالدين يعني الوزيرين وليد نصار ووليد فياض انه رفضوا اعطاء صلاحيات استثنائيه للوزراء تحديدا لوزير المال بتحديد سعر صرف الدولار، شو صار تحديدا داخل طاوله الاجتماع؟ مع الحوار صار وكانوا كثير شديدين بالتعليق على بعض المواد اللي بتصيب بالمباشر المواطنين، انما هيدا الموضوع بالذات دوله الرئيس مئاتي اطلعنا ببدايه الجلسه مباشره انه معالي وزير الماليه يود ان يسحب تلك الماده من النقاش وبالتالي سحبت لبل الغيت من النقاش. طب ما زال بده يسحبها لشو حطها؟ والله يعني اذا يعني ليش تيحطها من الاساس تيرجع؟ هو تفسيرك؟ وانا ما عندي تفسير، هي الغي ولو ما انتم بنفس الخانه السياسيه، ما انتم وزراء الثنائي الوطني او الشيعي، نحن وزراء في الحكومه اللبنانيه مع كل الكتل السياسيه عم نحاول نحن ننقذ الوضع الاقتصادي والمالي اللي هو من خلال تراكمات عشرات السنوات. خلينا نحكي بكره شو عندكم؟ عندنا سلفة الكهرباء، إذا الدولار الجمركي قلت لي شو الآلية اللي لقينا بكره؟ سلفة الكهرباء حسب السيناريوهات المطروحة بكره بيتم تحديد سعر صرف الدولار تحديده من قبل مجلس الوزراء مجتمعا يعني. لا مش هو بده يحط آليات لنشوف عجز الموازنة وبالتالي مجلس الوزراء حياخذ قرار بالنسبة لتلك المادة. أها صحيح. يعني حسب السيناريوهات بعد ما تحدد بس قلت لي حسب السيناريوهات بتم اتخاذ القرار صحيح. أي الأنسب صحيح. أي سعر هو الأنسب صحيح. تتوقع بكرة تنجز هذه خلينا نشوف لأنه في بعض المواد عم تاخذ نقاش. سلفة الخزينة للكهرباء أخذت نقاش ساعتين وبعد ما خلصت لا نحن كمان شو العلقان فيها يعني لا العلقان فيها هو عم بيقول الوزير وليد فياض انه يا السلفة يا رفع تعرفة الكهرباء يعني لا يا لا هيك لا يا لا, لا لا شو هو الموضوع انه سلفة الخزينة 5250 مليار اللي هي اضافة الى 49000 مليار النفقات. بالتالي هذا الموضوع المعالي الوزير فياض سئل سؤالين. هو السؤال الاول هو انه نحن اذا دفعنا 5250 مليار قديش بدها تجي الكهرباء؟ السؤال الثاني هو قديش بتشكل ال 5250 مليار من نسبة عجز الكهرباء؟ بالتالي كمان معالي الوزير بكره كمان وعد انه اجابات على تلك الاسئله لحتى وبالتالي يتخذ القرار المناسب. بس حضرتك كوزير مع اعطاء يعني اذا مثلا بدك تدلي بدلوك مع اعطاء سلفه للكهرباء انا بالنسبه لي بدي انتظر قديش بدها تامن كهرباء للشعب اللبناني وبالتالي اذا بدها تامن كهرباء بناء عليه باخذ قراره، ما بدها تامن كهرباء باخذ قراري، يعني ناطر انا الاجابه على تلك على السؤالين بالتحديد هودي السؤالين وبالتالي بعطي الاجابه انا بقلب مجلس الوزراء. ايه بس هو كان عم بيقول الوزير فياض انه في حال لم تدفع السلفه فسيجري العمل بالموجود، بس السلفه هدفها انه ناخذ مثل ما عم نعطي، مش ناخذ وما نعطي. هلا الوزير يعني هيدا وجهه النظر تبعه يعني. صحيح ما كل وزير في يقول اللي هو شايفه مناسب. بس عم تسالني سؤال لإلي انا بالنسبه لإلي بناء على الإجابة على السؤالين اللي طرحوا في مجلس الوزراء ساعتها نحن بنشوف كانوا بنعطى سلفي ولا لا. بيبقى في عنا بند المساعدات الاجتماعية اللي هيدي بند طالعا بند أساسي يهم شريحة كبيرة أكيد. من المواطنين أكيد.
المساعدات الاجتماعية إذا ممكن تحطنا بجو بكرة شو رح يتم بحثها بالوقت اللي تم انتقاد الموازنة أنها لا تلتفت إلى المساعدات إلى إذا المساعدات الاجتماعية تحديداً وإلى جيوب المواطنين والاهتمام فيهم. أنا بالنسبة لي المساعدة الاجتماعية إن لم تطال جميع يعني خلينا أعطيها أنا تعريف. المساعدة الاجتماعية في بعض المسميات بتعرف الدولة اللبنانية مؤسسات عامة متعاقدين متقاعدين موظفين بالقطاع العام إلى آخره. نحن المساعدة الاجتماعية يجب أن تطال جميع من يخدم المرفق العام على مختلف مسمياته. هذا التوجه العام. يعني نحن ما بدنا نعطى الإدارة العامة ما تنعطى للمؤسسة العامة. وبالتالي كمان المتقاعدين ننسى المتقاعدين والمتعاقدين. طب ما خدموا المتقاعدين ما خدموا المرفق العام. المتعاقدين ما عم يخدموا المرفق العام ولو بالساعة ما عم يخدموا. وبالتالي المساعدة الاجتماعية النقاش حولها انه يجب ان تطال كل من يخدم المرفق العام على مختلف مسمياتهم الوظيفية. بس هل باستطاعة الخزينة ان تتحمل هذا الكم من بند المساعدات الاجتماعية؟ هيدا هو السؤال. نحن وقت على سبيل المثال مش لانه انا وزير اشغال العامة ونقل، لانه نحن وقت الزدة 371 مليون دولار للخزينة العامة ايرادات من عمل حسابات وزارة المالية عم بيزيدوهن على 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 على, على, على الايرادات، ووزارات أخرى اقترحت وإلى آخره إلى آخره بناء على الدولار الجمركي ما حين عمل حسبة. وبالأخير المساعدات الاجتماعية هي أولى الأولويات. يعني كل هودي ثلاث مواد مع بعض مسائبة مرتبطين ببعض. متى ترجح أن ينتهي مجلس الوزراء من نقاش الموازنة ومتى سيتم إقرار هذه الموازنة لإحالتها إلى مجلس النواب؟ لك على ما أظن أنا اجتماعات كل الأسبوع وحتى السبت كمان حتى السبت على ما أظن دولة الرئيس والوزراء مستعدين يجتمعوا ليل نهار. لازم خميس يعني نهاية هيدا الأسبوع لازم تكون خالصة من مجلس الوزراء لأنه مسائب الثلاثة في دولة الرئيس مئات مسافر على تركيا وأربع خمس وزراء يعني. إذا نهاية الأسبوع نهاية على ما أظن الأسبوع نهاية يتم الأسبوع. يتم إقراره على ما أظن. ثم إرساله إلى لجنة المال والموازنة أكيد. وإلى اللجان ثم على الهيئة العامة. طيب